منتخب المغرب لكرة اليد للشباب يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا تونس 2024 وإلى كأس العالم لكرة اليد للشباب بولندا 2025. مليون مبروك لمنتخب المغرب، مليون مبروك للكرة المغربية لكرة اليد اللي فيه تطور كبير جدا في الفترة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أخوكم كريم الهنداوي من مصر ودي قناتي على اليوتيوب، مهتم جدا بكل الأخبار الرياضية. نتابع الآن بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد تونس 2024. أتمنى تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل الأخبار الرياضية. متابعة مستمرة للبطولة الإفريقية لكرة اليد تونس 2024، وبدأنا مباريات ربع النهائي، بدأنا الإثارة، بدأنا المتعة، بدأنا الانتصارات، بدأنا التأهل إلى المونديال القادم. بدأنا مع مباراة رواندا والمغرب، المغرب ورواندا، وكانت مباراة سهلة في بدايتها للمنتخب المغربي، بعدين منتخب رواندا عاد في المباراة، بعدين أنهى وأقصى المنتخب المغربي منتخب رواندا في نهاية المباراة وضغط على المنتخب الرواندي واستطاع الفوز عليه منتخب المغرب، اللي بصراحة هناك تطور كبير لكرة اليد المغربية، لكرة اليد في المغرب في الفترة الأخيرة. المنتخب المغربي بفوزه على رواندا 34-30 في نهاية المباراة يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وإلى كأس العالم بولندا 2025. مليون مبروك للإخوة في المغرب، مليون مبروك للجمهور المغربي، ان شاء الله ان شاء الله يكمل الفرحة المنتخب الجزائري اللي وصل الى الوقت الاضافي منذ قليل، ويكملها منتخب تونس مع مالي الساعة 6، وايضا هناك مباراة ما بين مصر وليبيا الساعة 6. بنتابع كل نتائج كأس الامم الافريقية المذاعة على صفحة او قناة الاتحاد الافريقي لكرة اليد على اليوتيوب. تابعنا مباريات المنتخب المغربي منذ بداية البطولة، كان متواجد في المجموعة الاولى رفقة مصر ومالي وغينيا، استطاع المنتخب المغربي ان يفوز على غينيا في المباراة الاولى 37-26 عشان يروح للمباراة الثانية ويفوز على منتخب مالي 47-13 ويلتقي مع المنتخب المصري في الجولة الثالثة والاخيرة على صدارة المجموعة. وكانت مباراة فيها ندية وكانت قوية جدا وقريبة في النتيجة، فاز المنتخب المصري على المنتخب المغربي 29-27 ليتأهل منتخب المغرب في المركز الثاني على المجموعة الثانية ليتواجه مع المنتخب الرواندي اللي أخذ المركز الثالث في المجموعة. المنتخب المغربي تأهل عن المجموعة الأولى في المركز الثاني عشان يقابل منتخب رواندا اللي أخذ المركز الثالث في المجموعة الثانية عشان يفوز عليه النهاردة 34-30 ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا وإلى كأس العالم بولندا 2025. مليون مبروك من قناتنا، وتطور في تطور إن شاء الله، ويزيد المنتخب المغربي في تطوره في كرة اليد وينافس بعد كده. عايز اقول لك ان المنتخب المغربي تأهل قبل كده الى كؤوس العالم مرتين، يعني التأهل ده في عام 2024 للمرة الثالثة لكؤوس العالم للشباب لكرة اليد بالنسبة للمغرب. نتمنى الجزائر يكملها ان شاء الله، وتونس ومصر او ليبيا عشان نشوف اربع منتخبات يمثلون بإذن الله في كأس العالم القادم بولندا 2025. اكتب رأيك في التعليقات، لا تنسى لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.